مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في المكتب ديال الأستاذة بشرى اللي هي المحامية ديال سميرة في الموضوع اللي جو المغاربة تبعوا القصة ديالو. المستجد الحالي هو طرف الثاني موضوع النقاش، تقدموا بالتنازل على الدعوة وكيطالبوا كذلك بالصلح في هذا الملف. غادي نشوفوا مع الأستاذة بشرى اللي هي كتنوب على سميرة كيفاش كتشوف التنازل على الدعوة وكذلك الإجراءات القانونية في هذا الإطار. أستاذة كنشكرك مرة أخرى، إذا كان ممكن الرأي العام نوروه في هذا الموضوع، تقدم الطرف الثاني اللي في النقاش مع سميرة الدفاع ديالو بخطوات فيها صلح فيها تنازل على الدعوة، كيفاش شفتي هذه الأمور؟ مرحبا بكم أستاذ يوسف بمكتبي للمرة الثانية، ولي الشرف بنجري باش نجري معكم هذا الحوار. على كل لقد أخبرت من طرف دفاعي الزوج البارحة الأستاذ المحترم زراش المحامي بهيئة الرباط والأستاذ المحترم المنصوري المحامي بهيئة مكناس بوضع الزوج تنازله عن الطلب عن الطلاق في الملف، وبوضع هذا الملف من الناحية القانونية والمصدرية لا زال مفتوحا أمام محكمة أزو لأنه مدرج بجلسة 14/4. إذا احنا بالنسبة لنا هذا طلب هذا التنازل اللي وضعه الزوج كيوضع حد طلب الطلاق اللي سبق له تقدم به أمام المحكمة، إلا أن الملف ما زال أنه مفتوح، وعلى حسب ما أخبرني به الدفاع ديالو أستاذ المحترم زهراش أننا غندي جلسة بيناتنا الأسبوع المقبل اللي وقع اتفاق على هذه الجلسة بيناتنا كدفاع باش نحاولوا نلقاو بناء على طلب الزوج، أكيد بناء على طلب الزوج وعلى الرغبة ديالو في إجراء هذا الصلح، باش نجلسوا ونتناقشوا مجموعة نتاع المقترحات اللي غادي يقترحوها عليا واللي غادي يمكن نعرضها من بعد على الموكلة ديالي باش نحاولوا نوجدوا حل حبي في الملف. إلا توفقنا احنا كدفاع ما يمكننا الا نتمنوا هذه المحاوله، ما توفقناش غادي يكون عندنا عاوتاني مسائل اخرى اللي يمكن لها الدهك. يعني هذا الصلح مبدئي خصك تشوفي استاذه الصلح وتشوفي اشنا هو المقترحات اللي عندهم تناقشيها مع الموكله تما تبان لك الام. نعم اكيد. على كل احنا بالنسبه لنا هو عبر على رغبه ديالو في الصلح وبوضعه للتنازل. احنا كدفاع كنشوفوا المسائل اللي كيتحنا لنا الملف، النوايا لا يعلمها الا الله وخبايا لا يعلمها الا الله، ولكن احنا كنحكموا وما كنحكموش لان حتى الحكم احنا ما بديناش كدفاع، ولكن احنا كنناقشوا ما هو ظاهر وما هو موضوع لنا في الملف. هناك تنازل، احنا غنمشيو مع هذا الزوج غنجلسوا مع هذا الزوج وغنناقشوا معاه وغنشوفوا الحلول اللي هي ترضي الطرفين، واللي وشنو نشوفوه واش بالفعل هناك رغبه جديه للصلح او ان هذا مجرد وضع تنازل غير باش يوقف طلب الطلاق او غير ذلك. على كل حال حنا الخبايا ديال هذا الملف غتبنى من بعد والحلول اللي غتقترح في الملف غتبنى من بعد. لذا انا حفاظا على مصلحه الموكله ديالي ما يمكنليش نخرج، تتبقى القرار الاول والاخير هو الزوجين، والقرار الاخير الاول والاخير هو الموكله ديالي. انا غنشوف العقود ديالهم ونناقش مع هذا، وانا عندي كامل الثقه مادام انني ولو اننا كنوبوا على مصالح متعارضه، انا كنوب على الزوجه واستاذ زهراش واستاذ المنصوري كينوبوا على الزوج ولدينا مصالح متعارضه في الملف. كل حال على حسب ما عبر لي عليه استاذ زهراش انها غادي يحاول جهد المستطاع باش يرضي من خلال الحلول المقترحه الموكله ديالي، وباش تكون ما استطعناش ديك الساعه غادي يكون نقاش اخر. يعني انت كتناقشي الملف من جميع الجوانب، تيهمك حتى الحقوق ديالها وكيفاش تامنيها هي في هذا القرار اللي غيتخذ. اكيد اكيد اكيد، انا مصلحه تاع الموكله ديالي فوق اي اعتبار، فهمتي؟ واذا بالنسبه لي كاين هناك نقاط اللي دعات لهذا الشقاق، نقاط لهذا اللي خصها تحل، والزوج اللي كان كيرغب بجديه في اجراء هذا الصلح تيخصو يحل هذه المسائل كلها، لان بلا الا كان كيرغب باش ترجع هذا الشام الاسره وباش نحافظوا على هذا ربعه الوليدات راه خص يكون حلول جذريه وحلول جديه باش يمكننا تستمر الحياه الزوجيه. وعلى كل حال انا معها الى الاخر ان شاء الله. شكرا لك استاذه، وحاليا ننتظر هذه الحلول وهذه المقترحات.
شكرا لك. أن الملف مؤخر للجلسة نتاع 14/4 والملف لا زال مفتوحا أمام المحكمة، ولا زال المحكمة لم تقل فيه كلمتها بعد، لأن حتى هناك تنازل لم يصدر فيه بعد قرار أو حكم المحكمة بالتنازل بالإشهاد على التنازل، لا زال هناك نقاش ولا زال الملف مطروح. شكرا لكم أستاذ. طول عمركم أستاذة، شكرا لك. الله يطول عمركم أستاذة. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا التحليل القانوني ديال الأستاذة والتأني ما أمكن في هذه الخطوات اللي هي إيجابية من الطرف الأول. شوفوا الرأي ديال سميرة في الموضوع. سميرة، وجهة نظر القانونية ديال الأستاذة، كيفاش كتشوفي الأمور؟ أنا الثقة ديالي في الله سبحانه وتعالى وفي الأستاذة ديالي إن شاء الله، أنا يعني تنصف لوليداتي، وأنا كما كيقولوا هو يعني كاين محاولة ديال الصلح، فأنا الثقة ديالي من بعد الله سبحانه وتعالى في الأستاذة أنا تنصف لوليداتي من خلال هاد كي كيقولوا الشروط ديال الصلح. وخا أنا راني عارفة يعني من مور هاد الصلح النية ديال باي الولاد، النية ديالو في الصلح راني عارفها، يعني وكان الصلح يعني كما هو صرح من أجل وليداته فما كناش غنوصلوا حتى لهاد المراتب هادي، ما نوصلوا ليهمش. وبطبيعه الحال الاساتذه المحامون احتراماتي لهم كيأديوا الواجب المهني ديالهم انهم يعني كيعبروا على الصلح وباغينا نتصالحوا، ولكن للاسف النيه ديال الصلح ديال الطرف الاخر انا راني عارفها. يعني اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في الأول، هي خطوات إيجابية لإخماد هذا الحريق اللي صراحة الرأي العام تبعوه بشكل كبير. خطوات أولى إيجابية، ولكن السادة المحامون لكل طرف له زاوية المعالجة في الموضوع. الأستاذة هي بطبيعة الحال مسؤولة عن الملف الموكلة ديالها، وغتشوف كيفاش تأمن لها مجموعة من الأمور. كذلك الطرف الأول يبحث عن حلول قانونية لإنهاء هذه المسطرة. في خضم آخر الأسبوع اللقاء بين السادة المحامون، وسوف نوافيكم بآخر مستجدات في الملف. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.